ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتسير مصر للطيران الناقل الوطني 12 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام لأرض الوطن، بواقع 11 رحلة بخط سير جدة القاهرة ورحلة بخط سير الطائف القاهرة لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية والعدل والسياحة والطيران المدني وتضامن الجيزة وقرعة مجلس النواب والقاهرة والجيزة والإسكندرية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة. النهاردة وفقاً لوزارة الأوقاف وفي إطار اهتمامها بالقرآن الكريم ومقارئه والعمل على حسن تلاوته، بتعقد 17 مقرأة لقراءة سورة الكهف عقب صلاة المغرب بالمساجد، كما ستعقد أمسية ابتهالية عقب صلاة العشاء بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب سلوفينيا مع منتخب صربيا في الرابعة عصراً، وفي السابعة مساءً هيلتقي منتخب الدنمارك مع منتخب إنجلترا، في العاشرة ليلاً هيلتقي منتخب إيطاليا مع منتخب أسبانيا.